لماذا يتصاعد التحرش الجنسي في مدارس دينية بصورة مفزعة تؤرق الأمهات؟ تطرح هذه الأم المكلومة بما حاق بطفلها السؤال. يدو الله ككرة. فقط لأننا تداركتنا رحمة الله، لا يزال ابني على قيد الحياة، ولكن ماذا لو مات؟ صرخة هذه الأم تكشف المستورة عن ما يمارس بحق الأطفال داخل أماكن لها قداسة خاصة في نفوس الناس، من أوضاع أشبه بالعبودية وانتهاكات جسيمة وإساءة للأطفال. كنت أصرخ، كان يؤلمني بعد أن وضع قميصه داخل فمي، بكيت طوال الليل. يرسل الآباء والأمهات أبناءهم إلى كتاتيب قرآنية رغبة في تلقي الأبناء للتعليم الديني، والكثير منهم متأثرون بالعوز المالي مما يجعلهم غير قادرين على الإنفاق على الأطفال، وفيما لا يعرف بعضهم بالإساءات نتيجة للتعتيم من قبل المدارس الدينية، فإن الآخرين يرسلون أبناءهم عن علم منهم بالوضع أو يعيدونهم إلى حيث كانوا بعد فرارهم إلى البيت خوفاً من سطوة رجال الدين. أحياناً قصص التحرش والاستغلال الجنسي هذه تخرج للعلن، ولكن الجميع يخشى من الحديث عنها لأنهم يخافون من نفوذ القائمين على هذه المدارس الذين زادت سطوتهم في السنوات الأخيرة، وأيضاً لأن البعض يرغب في الحفاظ على ما يصفونها بقدسية هذه المؤسسات الدينية. يخفي وجهاً بلا ذنب جناح، ولعل حالته تكشف عن تساؤلات جيل كبته رجال الدين وقمعته المدارس الدينية، فكيف لا يخرجون للمجتمع غاضبين ومكتئبين وبل إرهابيين؟